رجاله اوعى تنسى يا رجاله ميعاد اللايف النهارده الساعه 10، نقعد من 10 كده ل 12 ولا 10 ل 11 على حسب الدماغ والدنيا. المهم انا والله العظيم مبسوط خالص ان ده هيحصل. شايفين الجوائز دي انا مش هاخدها غير في اللايف بكره، تمام؟ يعني انا اللايف بالليل هنفتح الجوائز دي، يعني انا بصور الفيديو اساسا النهارده واللايف هيكون بالليل يعني، فما تقلقوش. انا يعني بصوا، هو من ما يوصل لليوتيوب انا بكون مصور قبلها بيوم، فاهمين؟ فاللايف ده هينزل فالفيديو ده هينزل في اليوم اللي انا هفتح فيه لايف الساعه 10. انتوا فاهميني طبعا، وانا عمال بعك وعمال ايه وعمال بتكلم وبرغي، وانتوا اكيد مليتوا مني واكيد هتملوا مني في اللايف. خلاص ربنا يستر. فعامه بشكل عام انا زي ما بقول لكم كده ايه، يعني يا ريت يا جماعه والله العظيم انا محتاج 3 بس كده، نفضل نرغي احنا ال3 بس كده في اللايف، نفضل نرغي كده ونتكلم ونرد على بعض كده، فاهمين؟ اللي هو انا نفسي ما احسش ان انا لوحدي، فاهمين؟ والله بجد، عشان انا نفسي بجد في كده، احسش ان انا لوحدي، حتى لو كان البنج وحش او حتى لو كان كذا عادي اخسر، ما عنديش مشاكل، بس مش عايز احس ان انا لوحدي. تعالوا نغير بس الرسوم، تمام؟ خلاص تعالوا نلعب ويا كده. تعالوا نخش مباراة مصنفة، ما عنديش مشاكل ان انا اخسر، كده كده في اللايف هنخسر كتير، فعادي عادي جدا ومش هنزعل من الخسارة. ويعني بصوا انا عايزكم تذكروا الله، يعني عشان خاطر ما نبقاش كده يعني بنلعب على الفاضي. اذكروا الله، صلوا على النبي. وايه تاني كنت عايز اقول ايه تاني والله نسيت، انا ضايع خالص. عايزين نغير تورس بس، نجيب النسخه CF بتاعته مكان النسخه دي. وانا مش عارف ليه البنج عالي، يعني بصراحه انا مش عارف ليه البنج عالي، بس بشكل عام احنا هنلعب وامرنا لله. سن ايه مالك يا سن؟ بس لو الدنيا تظبط، انتوا عارفين انا لو البنج بتاع بكره بقى كده وانا بفتح لايف انا هكون مبسوط والله، يعني انا والله لو هو كده هكون مبسوط، حتى لو هخسر كتير، حتى لو هقابل ناس احسن مني، انا ما عنديش مشاكل. اهم حاجه ان اللعبه ما تكونش معلقه. انا مش عارف ليه خايف بكره، بس انا بشكل عام يعني هقول لكم بعد ما اعمل اللايف ايه اللي حصل فيه، اقول لكم تجربتي كده بشكل عام، واقول لكم ازاي فتحت لايف اصلا، اقول لكم كل حاجه. بس انا الموبايل بتاعي عرق، فهتلاقوا اللعبه مش سلسه، وهتلاقوا اتجاهاتي عطلانه شويه. انا بقلق من سافيتش. مكانش ينفع هاجم كده بالشكل الغبي ده. ربنا يستر. حلو والله. البال بتاعي معرق جامد، مش عارف ماله والله العظيم. البال بتاعي كله ميه، ايه اللي حصل؟ بس انا فعلا شغال بيه بقالي فتره بصراحه. يلا عاش ليه، بشكل عام عاش ليه. الواد الدفاع بتاعه قوي فشخ. مين اللي مسك مودريتش بالشكل ده؟ مين اللي مسك مودريتش بالشكل ده؟ ده فشخ مودريتش والله العظيم، فشخ مودريتش حرفيا. ايه اللي حصل؟ ماشي انزل انت بس كده وربنا بس يسهل، ونشوف هننزل مين تاني في المباراة. بس عارفين الواد زعل مودريتش والله، في واحد ورا كده ففشخ لي مودريتش، كان اسود كده مش عارف مين والله، ما عارف مين، ما خدتش بالي منه والله، مش مركز. تمام يلا خلاص انا بلعب بغباء على فكره. انا باجي عند الجون وبتغابى، يعني انا بطلع هجمه صح حلوه بس باجي عند الجون وبتغابى. هي بس كده خلصت. تقريبا فيرناندوم هو اللي عمل فيها كده. انت ازاي يعني ازاي دخلت الدخله دي؟ يلا طب ايه كامافينجا ده؟ ليه كامافينجا ما جبتهاش؟ يا رب يا رب. عادي 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 اننا نخسر، انا مش فارقلي، انا والله ما فارقلي، والله ما فارقلي. لا 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 مش زعلان، لا 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 اوعوا تكونوا فاكرين انا زعلان ولا متضايق من جوايا، لا لا عادي. ايه يعني ايه يعني خسارة يعني؟ مش حوار، مش حوار خالص. يخرب بيت ام اللعيبة، يخرب بيت ام اللعيبة. طب هجوم خلاص خلاص خلص خلاص خلص. دفع حلو، جود جيم بصراحة، ماتشها حلوة. بس انا اتظلمت ان ايديا معرقة. انا على فكرة لو تاخدين بالكم مبسوط انا بمسح الموبايل والله العظيم في التيشيرت، بمسح الموبايل في التيشيرت والله. هو الواد ما كانش بطل فيفا. ده مش بطل فيفا ده والله العظيم، اقسم بالله كويس انه فاز. طب والله فرحت ما زعلتش، والله العظيم بجد فرحت ما زعلتش. تعالوا نخش واحد كمان. انا فرحت والله العظيم، والله العظيم ثلاثة ما اتضايقت بجد. انا لا انا يعني عارفه اللي هو تمام ان انت كسبت، ما عنديش اي مشاكل، مبروك ليك. اتمنى ان انت توصل بطل فيفا، اتمنى ان انت توصل بطل فيفا قبل بكره عشان تاخد الجوائز وتتبسط ببطل فيفا وتتبسط بالجوائز كمان. تمام. مين هيتعبنا هنا؟ ممكن يتعبنا اراوخو، عشان اراوخو ده انا بحسه دفاع كده، جيم بلاي بتاعه جامد، فاراوخو هيتعبنا شويه. عايزين نطور بن يدر بقى، عشان انا بن يدر حلو فشخ بس ناقصه تطوير. يعني هو مش ناقصه حاجه بس مع التطوير انا هلاحظ فرق اكيد. ايه طيب ايه طيب الراجل هيجيب هدف ولا ايه؟ مش فاهم والله العظيم، مش فاهم ايه اللي بيحصل. كويس انها ضاعت يا جدعان، الموبايل يا جدعان في حق السخونه دي يا جدعان والله. بصوا شايفين كنت هباصي فين؟ انا لازم بعد كده اشحن الموبايل، يمكن عشان الموبايل حاجة و20%، فعشان كده السخونة بتاعته عالية، ودرجة حرارة الأوضة برضو بتاعتي بنت كلب يا جدعان والله العظيم. قسما بالله أقسم بالله العلي العظيم تاتش أكيد أنا مش هعمل كده، صح ولا؟ بس أنا مش زعلان، أنا عادي، أنا مبسوط والله مش زعلان، أنا مقهور بس. طب انت ايه؟ طيب انت هتقضيها معايا بالشكل المهين ده؟ تكسر لي في ميتين ام اللعيبه كده، فشخت تديك ابوهم يا اخي اقسم بالله. شفت الكره اللي فاتت اللي هي المفروض كانت تيجي هدف دي؟ دخلوا في بعض دخلوا في بعض، وكانسيلو طلع. امبابي البدن بتاعه خارق، اي نسخه لامبابي متطوره مرعبه حرفيا في البدني. يخش كده ياخد الكره تحس انت داخل بمدافع مش بمهاجم. يا ربي يا ربي يا ربي يا اسينسيو اسينسيو اسينسيو، ما تعكش والنبي. ايوه هاتها حتى كده. معلش انا بحتفل والله العظيم عشان امسح الموبايل وامسح ايدي، وانا عايز اقرب من المروحه معلش شويه كده، اقرب المروحه مني يمكن الجو يهدى والدنيا تظبط. انت شفت توريس ضيع الكوره ازاي؟ والله العظيم شفتوا هدف توريس ضاع ازاي؟ المفروض يكون جايب 2 بس، يعني الحمد لله الحمد لله. انا والله يا جدعان عايز اتعود عشان خاطر في اللايف بس كده نبقى مع بعض. حاجتين مهمين بس، محدش يقول لي لهجتك وبتاع. يا جدعان انا صعيدي تمام، فعادي ان انا اتكلم بحرف الجيم كده عادي قشطه، مفيش مشاكل. دي حاجه. تاني حاجه اللي هو لو خسرت لعبه معلش يعني فاهمين، لا انا لا فارق لي فيفا تشامبيون ولا فارق لي حاجه، احنا هنلعب للمتعه تمام. وبيقولوا لي نعمل ايه ونهزر ازاي ونتحدى بعض ازاي، كل الكلام ده في اللايف بكره بكره ايه النهارده الساعه 10 ان شاء الله. ان شاء الله هتلاقوا لينك الصفحه اللي انا ببث فيها اسمها شيفا امين في الديسكريبشن تمام. خلاص قشطه يا رجاله، سوا كده مع بعضينا. ويعني ايه ظبطوني لايكات كده، ويعني عايز بصوا كده يعني قدام الراجل كده ابقى حاجه كده فاهم، واقول لامي كده انا طلعت لايف. كامافينجا كامافينجا، ايوه يا كامافينجا جامد والله، حلال فيك الفلوس يا كامافينجا والله، حرام فيك الفلوس يا لا حلال حلال، بنهزر بنهزر. انا نسيت انزل الباشا ده، فانزل. بفكر اطلع توريس، بفكر اطلع توريس. عايزين نبقى نبص بس على الواد فيلا ده نشوفه ينفع يشتغل سي اف، عشان لو كده بنزله مكان توريس الماتشات الجايه، عشان انا ما شفتوش والله ما خدتش بالي منه. يلا لا ما انت هي كده هترجع لنا بمرتده يعني فاهمين، وممكن نتفشخ. ما هي لو رجعت عليها بمرتده انا هتفشخ حرفيا. اسينسيو خلاص، اسينسيو خلاص خلص. توريس بتاعتك عاش. كنت اقول لكم ايه والله العظيم نسيت. عايزين نلعب مع بعض، عايزين نبقى نلعب مع بعض تمام. فكل واحد يجهز نفسه كده ونلعب مع بعض كده ونفشخ بعضينا عادي جدا. بس لما نلعب مع بعض بلاش تعملوا الحركه اللي انا عملتها دي اللي هي العرضيات وكده تمام. احنا اخوات كده فحرام يعني، وانا مش هلعبكم عرضيات تمام. وقبل ما هتحدى حد منكم هتفق معاه ان احنا نلعب ارض، يعني ايه نلعب كده كنا في الارض. انا هشوف فيلا بس كده خلاص الماتش خلص، فمش عارف اشوف فيلا ايه، بس لما نطلع نشوفه نبص عليه بصه تمام. فاحنا زي ما قلنا كده ايه، لما نلعب مع بعض نلعب ارضي، ما نرفعش الكوره خالص، ولا حتى رفعه حلوه ولا اي، نلعب ارضي سوا تمام. اللي عايز يلعبنا عرضيات يقول لي قبل الماتش، يقول لي بص يا ده انا هلعبك عرضيات زي الكمبيوتر كده. الكمبيوتر دلوقتي بيلعبنا عرضيات وفشاخن عادي جدا. مش هتكلم، مش بصوا هخرس، اديني خرست. انا مش عارف، حاسس ان انا اللي دخلتها والله العظيم، انا حاسس ان انا اللي دخلتها في نفسي. انتوا شايفين الحمد لله ان انا جايب هدف تاني والله الحمد لله. الكمبيوتر بص، الكمبيوتر لعب احسن مني ومن الواد في العرضيات. الكمبيوتر ده خارق عرضيات عامه. والله العظيم انا مبسوط جدا بالليل ومتشوق، ويعني مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف اقول ايه بجد بجد والله العظيم، والله العظيم مش عارف اقول ايه. بس فرحان اوي فرحان اوي، ونفسي كده ثلاثه بس يتكلموا معايا كده ونرغي. بصوا مش ثلاثه حتى اتنين كده بس يرغوا معايا طول اللايف، يعني نفضل نصدع بعض فاهمين انا بتكلم في ايه. بس ف ده اللي نفسي فيه كده، بحس ان انا اخلص اللايف كده فاهمين، لو انا اتكلمت كده حاسس ان انا عملت لايف يعني، فحاجه نفسي فيها من زمان، نفسي اعملها بس كده. فتعالوا نشوف فيلا، تعالوا نشوف فيلا ونقفل، عشان انا حاسس ان انا برغي كتير. بس انا هاخد راحتي عامه بشكل عام، انا الفتره الجايه هاخد راحتي واتكلم وارغي كتير. فيلا ما بيلعبش سي اف، فيلا ما بيلعبش سي اف، دي مشكله. طيب تعالوا نشوف باشا ده بيلعب سي اف، برضو ما بيلعبش سي اف. مين بيلعب سي اف؟ تلعب انت سي اف يا باشا؟ ما بيلعبش سي اف. طب وبعدين احنا عايزين حد، عايزين سي اف مكان توريس، او نجيب توريس سي اف، فمستنيين بس نقاط النقل رانك. بصوا كل المشاكل دي والحوارات دي هنحلها مع بعضينا فين، فان شاء الله في اللايف بتاع بالليل ومع بعضينا كده وكلهم سوا. يلا سلام عليكم.